فتح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي ملف تمديد تعاقد أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق، والذي ينتهي في صيف 2023، وذلك بعد تألق اللاعب مع الدراويش بشكل لافت للنظر ومساهمته في إنقاذ الفريق الأصفر من مغبة الهبوط للقسم الثاني. ويأمل مسؤول الإسماعيلي في إقناع أحمد مدبولي بتمديد تعاقده والاستمرار مع القلعة الصفراء، خوفا من تلقي اللاعب عروضا مغرية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. واستطاع أحمد مدبولي أن يصبح أحد الركائز الأساسية للإسماعيلي بالرغم من تغير عدد من المدربين خلال السنوات الماضية، من خلال المشاركة بصفة مستمرة في جميع البطولات المحلية والعربية، حيث شارك صانع ألعاب الدرويش الشاب في 92 مباراة، سجل 8 أهداف وصنع 16 هدف. في الدوري العام 77 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع 16 هدف. في كأس مصر 4 مباريات، في كأس الرابطة للأندية المحترفة 5 مباريات، في البطولة العربية لعب 6 مباريات وسجل هدفين.